أهلا بيكم أصدقائي، أنا هحكي لكم حكاية ماما. أنا خلاص عايزة أتبرى من ماما دي خالص، مش عايزة أعرفها. ليه بقى؟ أنا زهقت منها يا أصدقائي الصغيرين، كل شوية تصحيني من النوم وتقول لي قومي روحي المدرسة، قومي روحي المدرسة. يبقى فاضل على المدرسة ساعة وتقومني قبليها وتقول لي قبليها بساعة قومي البسي روحي المدرسة. وأقوم أبص في الساعة ألاقي لسه ساعة بحالها. يبقى دي واحدة بتفتري عليا ولا لأ؟ وتصحيني من النوم. يعني هناخد ايه من المدرسة؟ يعني خدنا ايه في الآخر؟ اللي راحوا المدرسة خدوا ايه؟ قعدوا في البيت بيقشروا بصل وتوم. اعمل ايه اكتر من كده يا اصدقائي؟ اسامحها ولا لا اسامحها؟ حاضر يا ماما، خلاص انا اسف يا ماما وحقك علي، سامحيني يا ماما، بس لو سمحتي تصحيني قبل المدرسة حتى بربع ساعة مش بساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.